توضيح. حنا كنعرفوا ان القضيه ديالكم بدات ربما هذه سنه ياك سنه كثر بزاف القيل والقال بالنسبه كاين شي ناس كيقولوا ان هاد الاخوات راه اتخذت لهم الدار قصدي انا اللي نجاوبك على يعني فهمتي شنو بغيت نقول لك راه تكلفوا بهم شي ناس كل دوك دار فلوس شرح لينا اكثر راه حنا دابا كيف ما كتشوف اخويا راه حنا عايشين في النعيم راه شفتي حنا راه ما بغينا والو الناس حنا راه ما بغينا والو والناس اللي كتقول منهم واحد السيده راه ام نور انا ماشي كنشهر بها وانما طلعت في لي كومونتير طلعت في لي كومونتير وداك الشيء كنقول لك الله يسامحك راه اليوم حنا وغدا نشيه دازو فينا حنا 17 حنا راه 17 واحد حنا دازو فينا 17 واحد هذا المصطلح دنيء قلتي له واه 70 70 ربما يجيو لك نشيه حنا الله يبعدهم علينا قد ما بعدت السماء على الارض الناس اللي كتقول لك بانها راه متابعين معانا الناس اللي كتقول لك راه كيخلصوا عليهم الناس اللي كتقول لك راه دايرين ليهم شهريات الناس اللي كتقول لك راه دخلوا عند سيدنا وخداو الكريمه لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه الا بالله الناس اللي كتقول لك راه تخدات لهم الدار حنا ما تخدات لنا حتى شي دار راه اللي كيعرفونا راه باقيين كيعرفونا ما عندنا حتى شي دار وما تخدت لنا حتى شي دار وحنا ما كنديروش هادشي باش غياخذوا لنا الناس الدار حنا كنديروا هادشي على حساب الشرف ديالنا على حساب كنبينوا للمجتمع بان راه ولينا عايشين في غابه ان راه السيبه ولات في البلاد اننا حنايا اليوم ضحايا غدا يكونوا بنات وحدين اخرين حنايا ما بغيناش نسقطوا على الحق ديالنا حنا ما خرجنا للصحافه الالكترونيه اللي كتسمى هي السلطه الرابعه باش نوصلوا الصوت ديالنا باش نوصلوا للناس باننا حنا راه تظلمنا حنا راه تهزينا من دارنا حنا راه حنا تشردنا حنا ديك الدار اللي كيقولوا الدار ربما كيهضروا على دارنا القديمه هذيك دارنا راه حنا بنيناها طوبه بطوبه حنا كنا كنخلطوا السيما حنا كنا كنجيبوا الطوب حنا كنا كندخلوا الكياس تكلفوا بكم شي دكاتره عالجوكم دكاتره اللي عالجونا تكلف بنا حتى شي حاجه داكشي اللي شفتو في الانترنيت شفتو الدكتور تايزي واقيلا على ما اظن شكرا لي انا كنقول ليه الشكر كنجازيه بالشكر ديالو داكشي اللي شفتو في الفيديو هداكشي اللي كان اول جلس اول مره فاش مشينا عنده راه يعني حيد الغراز لختي عطاهم شي دواء ديال البسيشيك و لوردونونس والدواء لوردونونس قيد لينا لوردونونس لوردونونس وقيد لنا دي كريم لان اللحم ديالهم كان مازال اني مضروب شريتوه من فلوسكم شريناه عادي شريناه من فلوسنا هذوك من بعد منها رجعنا باش درنا الجينيكو للبنات صافي ما خديناش الوراق ديال الجينيكو بقاو عندهم لواحد الدكتور هو اللي كان داروا لينا تما الجينيكو والتحاليل ما عرفناش الريزلت ديالهم هادشي اللي كاين يعني اللي شفتو اللقطات اللي شفتو في الفيديو هما اللي كاينين ما كاينش متابعه ما كاينش مواكبه ما كاين حتى شي حاجه لان حنا في الاول كيصحاب لينا واش غادي نتابعوا يعني بقيت كنسول وداكشي ما كاينش ماشي مشكل حنا المخزن طبيب ديال المخزن راه كنمشيو ليه بحال بحال عباد الله كنمشيو لاي طبيب ديال المخزن ديال الدوله هو اللي كنمشيو نتحدى شي حد لا قال لك متبع لينا بملك الخاص اولا فشي عياده كيف ما كيقولوا راهو عايشين الرفاهيه حنا ما عايشينش الرفاهيه حنا عايشين بالقدره الالهيه ما طالبينش شي حاجه من غير حقنا هاد لي فيديو اللي كنديروا راه كنطلبوا غير حقنا ماشي كنطلبوا الفلوس اولا كنطلبوا الديور اولا كنطلبوا الحوايج اولا كنطلبوا حقنا حنا من اللي خرجنا كنطلبوا حقنا اي بالنسبه للتوضيح حنا راه ما تخدات لينا حتى شي حاجه حنا لدرجه الجمعيات كيعيطوا لينا انا باش نوضح لكم حتى المجتمع المدني راه الله يسامحو كيستغل الناس الضعفاء كيستغل الناس في وضعيه صعبه باش كيطلع بغيتو شي حاجه اجي غير عندي وشوف الوضعيه ديالي دير معايا واحد المتابعه العيب والعار لا ما عطيتكش الالتزام لدرجه كتعيط لينا وحده كتعيط ليا وحده كتقول ليا انا من الجمعيه الفلان الفلانيه انا غنصيفط لك التزام شوف غتصيفط لي التزام فين غتصيفطوا لي هاد السيد غتصيفطوا لي في واتساب غنديه انا المقاطعه وغادي نيجاليزيه ونكسنيه ليها
وغيتجي هي تاخذو، ماشي تقول لي كيفاش انتي مريضه خواتاتك مرضين ماماك شنو الوضعيه الاجتماعيه ديالكم المتابعه النفسيه هذه، خاصهم غير ورقه تسنى بيني وبينهم باش ينتدبوا عليا انتداب، يعني بحال كنقولوا التزام، يعني ان هاد الناس راه حنا مكلفين بهم من خلال التعويضات الماديه، هما راه ما باغين لا انها متابعه نفسيه لا تشع. انا ماشي الجمعيات كاملين، كنشكر واحد الجمعيه عيطت ليا مشيت عندهم لولا البعد هو اللي ما بقيناش، وواحد المضايقه كنا ضايقنا تما من خلال شي ناس الله يسامحهم تعرضوا خواتاتي داك نايت لشي مضايقه وشي هضره اللي راه ديجا قلناها للجمعيه ما يمكنش ليا نبقى ندي خواتاتي باش غيسمعوا الهضره، راه ديجا نتوما خايبات ندي ما هادي هادي هادي، ما يمكنش لي انا ندي خواتاتي يعاودوا يمرضوا، انا كندي خواتاتي باش يتعالجوا، اما باش غادي يمرضوا ما غاديش نديهم. واحد الجمعيه دخلات هي الاولى، هادي الجمعيه جولينو، هادي جمعيه فرنسيه هولنديه او لا هولنديه مغربيه الاصل، عندها فروع هنايا الله اعلم. هذيك دخلات هي الاولى بغيناكم صيفط ليا لي دونتيفيكاسيون ديالكم، وهادي صيفط ليها انايا بحكم انني ما عارفاش، يعني اول مره كتوقع ليا هادشي هذا، صيفط ليها لي دونتيفيكاسيون ديالنا كاملين بلي ديبلوم بلي كارت ناسيونال ديالنا اي حاجه كتثبت الهويه ديالنا راه صيفطناها ليها. قالت لي غندير لك تزكيه، انا ما عرفتش شنو هي تزكيه، الا كنت عارف تزكيه تقدر تقول لي شنو هي تزكيه. ديك السيده من نهار درت واحد المحاميه من تما قالك غيتكلفوا بينا، وهادي الى يومنا هذا عينا ما نعيطوا لديك الجمعيه ما كيجاوبوش، يعني كتكون وعود بدون وعود كاذبه، ما شفناش هذيك الجمعيه بعينينا، الجمعيه ما جاتش عندنا، هذه اول حاجه، يعني التليفونات الواتساب واخا كيكونوا بعض المؤثرين، كنشوفوا شي ناس في اليوتيوب كيديروا الخير وكنعرفوا نتوما السنه والقضيه ديالكم كتداو في مواقع التواصل الاجتماعي سواء في الاعلام او صفحات الكترونيه، تواصلوا معكم شي واحد، هاد الناس اللي كيديروا تواصلوا معنا، نقول لك منهم نيت واحد تواصل امتحن الصفه ديال انه دايروا جلاله الملك سمعتي قبيله راه سمعتي داكشي اللي قالوا لك في الكواليس راه كامل كاين وراه بالتسجيلات ديالو وكلشي، لي انهم صيفطوا لجلاله الملك نصره الله انه غادي يتدخل لنا في هذه القضيه، ان الجندام القضيه ديالكم نتوما البنات الام ديالكم، ان غادي صيفطوا لي لي كارت ناسيونال، انكم كشد لكم النوبه غادي تدخلوا عند سيدنا الله ينصرو. هادشي كامل تعرضنا ليه، كله كذوب في كذوب في كذوب، ما كاين حتى شي حاجه خاويه، كلشي شي حاجه ما كاينه صالحه، كلشي خاوي، وحسبي الله ونعم الوكيل. عاش الملك، عاش الملك نصره الله، اللي كنوجه ليه هو بالاخص الرساله لصاحب السمو الملكي، كنوجه ليه الرساله ديال البنات لا المغتصبات، راه مازال ما تخداوش حقهم، راه الملف ديالهم مطوي، ما كاينش هناك اللي يرفض عليه داك الغبار، اللي حيد عليه هذوك الحلقات المفقوده ويشوف شنو فيهم، كنطلبوا الحق ديالنا وكنديروا الشكايات، ما كاين حتى شي حاجه، كنكونوا حنا هما المجرمين والمجرمين هما الضحايا، هادشي اللي كنشوفوا حنا في المحكمه، ما كنشوفوش حنا الاهميه ديالنا، حنا ما كايناش حنا كضحايا ولينا حنا كمجرمين، هادشي اللي نقدر نقول، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.